بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ نجيمان باسوغو على إثر الانفجارات العرضية التي هزت معسكرا للجيش في باتا وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى وتسببت في أضرار مادية جسيمة. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب الملك عن أحر التعازي لرئيس غينيا الاستوائية وأصدق مشاعر المواساة لأسر الضحايا.